متابعي سبوتشات، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وجهات نظر. ضيفي اليوم في هذا اللقاء المحامي والمحلل السياسي جزاف أبو فاضل. أهلا وسهلا فيك معنا عبر سبوتشات. أهلا فيك يا ربا. مثل العادة مواضيع عديدة رح نناقشها سوا في هذا اللقاء، ولكن البداية من كلمة الرئيس نبيه بري الأخيرة. يعني شفنا امبارح الرئيس نبيه بري دعا إلى حوار لسبعة أيام في أيلول، وبعدها سنذهب إلى جلسات جلسات متتالية لانتخاب الرئيس. أولا، كيف قرأت هذه الدعوة للحوار؟ اولا ننطلق من اللي امبارح يعني الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، حكي بمهرجان ناجح جدا بذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والاستاذ عباس بدر الدين، وكان المهرجان ناجح جدا واثبت زعيمته على مستوى بشكل عام، على مستوى البلد كزعيم وطني، وأيضا على مستوى الطائفة الشيعية كزعيم شيعي. إذن وحكي كمان على كأنه رئيس حركة أمل ورئيس مجلس نواب في ذات الوقت، يعني في دور مهم لكن خلطهم ببعضهم امبارح، وهذه حنكة ودهاء عند الرئيس نبيه بري، وأرسل رسالات عديدة. أبرز شيء اللي برأيي أنا اللي كان امبارح عند الرئيس بري أنه داعي للحوار، يعني رمي الكرة بملعب الآخرين اللي عم بيقولوا ما بدهم، الفرنساوية عم بيقولوا ادعوا للحوار، قال لهم حوار وبنقعد مجلس نواب سبعة أيام حوار، بعدين بنقعد مجلس نواب جلسات متتالية ننتخب رئيس بكفر نار يطلع. لذلك هو رمي الكرة اللي عم يطالبوا فيها أنه بدنا جلسة انتخاب رئيس. طب رئيس ما فيك تجيبوه من الصين ينزل من الصمت، هو رمي الكرة بملعبهم. اوكي، هلا هو اللي عليه يعمله، لانه يوم بيقولوا لك عقوبات، يوم بيقولوا رئيس مجلس مش عم يدعي. خلي تعود نقعد مع بعضنا كلبنانيه، يعني ليش بدها هالقد القصه؟ اليوم في اطراف متعنته وهالقد ترفض الحوار وانه تجلس مع الطرف الاخر لربما نلاقي مخرج لننتخب رئيس للجمهوريه. يعني اليوم القوات اللبنانيه والمعارضه وقسم من التغييريين والكتائب ما بدهم هذا الحوار. طيب اذا ما بدهم حوار، يعني ما بدهم رئيس، يعني بدنا نوصل لمحل هني مرشحين رئيس، يعني اذا بيضلوا على الوزير جاد ازعور او بدهم يغيروه، لا مثل ما عرفنا انه بدهم يغيروه، بدك تروح تقعد بمجلس النواب تتفاهموا من بعضكم النواب، يعني البلد على مش انه على انه رح يقلب بالهاويه، البلد بالهاويه، شو بدكم تعملوا؟ الناس انتخبوكم مش تكل واحد يقعد بقصره ويجمع كتلته حده ويعطيهم اوامر، وهذا ناولني الكلسات وهذا ناولني الكرافات وهذا، مش هيك النواب بيشتغلوا. شو المطلوب من هودي الاشخاص ومن هودي النواب تحديدا؟ بيقول لهم الرئيس بري نتحاور، وبسبعة ايام بعد الحوار سبعة ايام، يعني الحوار نجح ام لم ينجح؟ عين انتخاب، خلينا نجرب. يعني معلش شيء منو عم يدعيهم، مش ولد عم يدعيهم، في 51 نائب منتخبين معه. يعني فلذلك انه بنقول فائض القوه، ساعه بنقول ما بيصلوا شيء، خلينا نقعد مع بعضنا كلبنانيه، اقعدوا مع بعضكم وانتخبوا ابو نياسي. هذه الدعوه للحوار وخصوصا بهذا التوقيت بالذات، هل هي مؤشر انه لازم ننتخب رئيس جمهوريه واقتربنا من موعد انتخاب الرئيس؟ انا ما بقدر احدد موعد، انا ضد تحديد المواعيد، ولكن المطلوب انتخاب رئيس. اذا كانت الاداره الامريكيه عملت بيان مره وقالوا كذا، إذا كانت الإدارة الفرنسية، الرئيس الفرنسي وكل فرنسا عم بيقولوا لازم تلتقيوا، إذا كان لقاء الخماسي عم بيقول بده رئيس، عم بيقولوا تعالوا نقعد سبعة أيام، ما بتقعدوا سبعة أيام كرمال اللبنانيين أيها النواب، تعالوا روحوا تحوروا سبعة أيام، وبعد منها انتخبوا رئيس ثاني يوم، دبروا حالكم، بس التقوا ببعضكم، مش تنزلوا مقاتلين بعضكم، الرئيس إذا إجا بالقوة بيتقتل بقلب مجلس النواب بنهار الجلسة بيقتلوا بعضهم، نحن ما عم نعرف، يعني بده يشتغل سياسي، بده يكون واعي شو عم يعمل. العملية مش صلبطة، مش بهورة، بدنا نقعد مع بعضنا ونخلق هذا الرئيس. يعني يقعدوا بيتفقوا ما بيتفقوا، بس بعد منا ربطها بانتخاب رئيس، هيدي أهم شيء، إنه بيخلص سبعة أيام الحوار دغري بنروح على جلسات مفتوحة يمكن ورا بعضها فرد نهار أو نهار ورا بعض نهار. لذلك لازم نحن ما نقول له لا، واللي عم بيقولوا له لا أنا برأيي تسرعوا،
هو رمي الكرة بملعبه. هن عم بيقولوا كل من يعارض هذا الحوار بيقول انه الحوار لن يخدم المرحلة المقبلة، والحوار ما رح يعطي شيء ايجابي. ما بحياة الحرب خدمت شيء، الحوار ثم الحوار هو بيخدم، بيروح على الحوار وبيصلوا النتيجة. الناس ما بتتحور. طب نحن شو بنفرق عن ال بيتحاوروا مع بعضهم، كل العالم يعني بيتحاوروا، ولا شو بنعض بعضنا يعني؟ التيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل تلقفوا هذه الدعوه ورحبوا فيها ووصفوها بالايجابيه، وهيك انه هن راح يشاركوا، وبعتقد في موقف رسمي لهم بيقول انه حيشاركوا بهذا الحوار. هيك اعلن، انا هيك قريت امبارح انه اعلن الوزير جبران باسيل انه هن مع الحوار. ممتاز، لازم كل العالم يروح على الحوار، خلينا نطلع من هالحوار نشوف اتفقوا ما اتفقوا، تنشوف على شو مختلفين. هذا الشيء الرئيسي يعني، هذا اهم شيء انه ينعمل. هلا هيدي شغله. الامر الثاني انه هو يعني التهويل على الرئيس بري وعلى مجلس النواب وعلى قسم من النواب، بنحط عقوبات عليكم تظهروا من جلسه، اكيد بيظهروا من جلسه. مش اذا اول مره كان بده يوصل سلامه فرنجيه ما كان الفريق الاخر بده يظهر، يعني ما كانت في خلافات. الحوار ما بيخلي حدا يظهر من جلسه، الحوار بيخليهم يتفقوا، ولذلك ليش يحملنا المسؤوليه؟ حط الكره عندهم، تعود تنتخب رئيس بس بتحاور جمعه. اليوم اذا الافرقاء المعارضه كمان عارضوا هذا الحوار، ساعتها هن يتهموا هيك بطريقه مباشره أكيد بالتعطيل. اكيد هذا بيتحملوا مسؤوليه الفراغ الرئاسي وقد ما طول، بيتحملوا مسؤوليه كل شيء، لانه الحوار 7 ايام ما حدا بيوجعوا بطنه، ما حدا بيصير له شيء. انزلوا اقعدوا مجلس النواب، ما في نواب مع تصميم مجلس نواب، هذا محلكم الطبيعي تحت، انزلوا تحاوروا ببعضكم. وبعد منا بعد ما تخلص 7 ايام خي انزلوا فشلوا الحوار 7 ايام، اعملوا بدكم اياه بس اقعدوا مع بعضكم، وبعد منا انتخبوا رئيس. ما بيصير. كل المراكز المسيحيه سوري والمارونيه بالدوله كلها انضربت وتحللت مرة القيادات المارونيه. اليوم في تقصير او في هيك انتقاد للاداء الماروني من قبل القياده المارونيه؟ اكيد في تقصير كثير كبير. وين عم بيقصر الدكتور سمير جعجع؟ انا ما بدي اوبس على الدكتور سمير جعجع، في تقصير نتيجه خلافات اللي بين بعضهم، نتيجه عدم اتفاقهم على رئيس وطني مش رئيس ماروني، لانه رئيس جمهوريه منه جاي بس للمورنه، رئيس جمهوريه جاي لكل لبنان، ما بيركب رئيس بس للمسيحيه، يعني بيعملوه رئيس اقليم لكان احسن. رئيس اقليم كسروان، رئيس اقليم كذا، ومع هذا وكله يعني شو نعمه فريم وسليم الصايغ وفريد هيكل الخازن وشوقي شوقي دكاش، شو هن متفقين مع بعضهم؟ ما كل واحد منهم يعني ما في اقول المسيحيه متفقين على رئيس، بدكم تقعدوا مع بعضكم تحكوا. اليوم بتدعي انه يكون في هيك لقاءات تجمع بين النائب جبران باسيل والدكتور سمير جعجع تيكون عندهم هيك نظرة موحدة بقصة رئاسة الجمهورية؟ أنا بشك إنه، لأنه هن اتفقوا على نائب جهاد أزعور، على الوزير جهاد أزعور، لكن المشكلة إنه ما في ثقة من قبل الدكتور جعجع بالوزير جبران باسيل، لأنه بيعتبر إنه بست سنوات بعد الاتفاق طعنوه بظهره وإلى ما هنالك. اليوم رئاسياً المفهد الفرنسي جان إيف لودريان من المتوقع أنه يأتي بأيلول، هل رح تجي هيدي الزيارة تكون مثل سابقاتها ما تنتج ولا لا؟ رح يجي عنده طرح جديد أو حل جديد تنبني على الشيء مقتضاه؟ استبق رئيس بري مجد لودريان بدعوتهم للحوار وانتخاب رئيس، هيك بده لودريان عملها. دولة فرنسا دولة عظمى، وماكرون علاقة جيدة مع الدول الكبرى، مع السعودية مع قطر مع الكل. طيب اوكي، شو يعني شو المطلوب؟ يعني لودريون، لانه نحن عندنا 3 مبعوثين جايين الحمد لله من برا، كل مبعوث عنده مهمة شكل أكيد. يعني اليوم تختلف أكيد. عن المهمة اللي متوليها المبعوث الاخر، مش نفس المهمة، كل واحد مهمته تختلف عن الاخر، غير اهداف. جان إيف لودريون المبعوث الفرنسي، جان إيف لودريون موضوع رئيس الجمهورية بتكليف من اللقاء الخماسي بالدوحة، وبعث الأسئلة إلى النواب من بعد اللقاء الخماسي بالدوحة، يعني على الفهيم أن يفهم، لأنه مش من رأسه، يعني مش دفاعا عن فرنسا ولا عن حدا، أنا بدفعش حدا، لأنه بتعرفي ماكرون له مصالح. ما تعثرت هذه المبادرة الفرنسية؟ المبادرة الفرنسية وقت بيرجع يبعث هالوراق، وقت
بيرجع بيجي جان لودريون الى لبنان، يعني المبادره الفرنسيه بعدها على الطاوله، مش هلا. انه الكل قال انه دعست فرنسا هيك خطوه ناقصه من بعد ما اعلنت دعمها لفرنجيه. لا لا لا، فرنسا لا يزال لا تزال المبادره الفرنسيه موجوده عندها، وجاي جون ايف لودريون بعت لاجل الاسئله ويدعي للحوار وانتخاب رئيس مثلهم كلهم سوا، لكن هو يدعو للحوار قبل انتخاب رئيس. الوسيط الامريكي أموس هوكشتاين شو اليوم مهمته؟ هوكشتاين اول شيء جا كان منيش، يعني اليوم قهوه تروق بالروشه هو والسفيره الامريكيه، رجع طلع على بعلبك، رجع تفقد الخط الازرق بالجنوب، اليوم كيف تقرا هذه الحركه السياحيه للوسيط الامريكي أموس هوكشتاين؟ أموس هوكشتاين مهمته محدده بقضيه الغاز والنفط والحدود، بينما جون ايف لودريون بموضوع رئاسه الجمهوريه، في حين اجى الوزير عبد اللهيان وزير الايراني مهمته تختلف عن اثنين كذلك الامر، بتمنى مختلفين عن بعضهم، مهمته الرئيسيه كانت انه احكوا مع السعوديه وما تزعلوها، هذا كانت مهمه الوزير الايراني عبد اللهيان، انه نحن والسعوديه وضع الف خير، بتعرفي لانه الاتفاق الايراني السعودي الاداره الامريكيه واسرائيل تحاول اسقاطه. اوكي، وبلشت بحصار سوريا والشعب السوري اللي موجود فوق والى ما هنالك. اليوم حركة، بدي ارجع عند حركة أموس هوكشتاين، وخصوصا في أماكن بمعقل بيئة حزب الله، كيف تفسر يعني هذه الصورة؟ يعني طلع على بعلبك، رجع راح على الجنوب. أكيد هو رسم الغاز مع حزب الله، ليش يعني الرئيس ميشيل عون وقت كان بعبدة أو الوزير جبران باسيل بيروح على قطر بيحكي بالغاز إلا ما يكون حزب الله هو قال له اعمل هيك؟ حزب الله قال له مضي، ما هي بالورقة بين لبنان وإسرائيل اللي جابها هوكشتاين في شي 40 45 معنى كلمة إسرائيل ومضاها، يعني إنه مع بنا مش معترفين بالكيان بقى. لذلك أنا اللي يعني تتعرفي قديش اللبنانيين متأثرين بالخارج، إنه هوكشتاين بينزل بيقعد بالروشة هو والسفيرة الأمريكية والناس بيصوروه بيشرب قهوة وبياكلوا من إيش بيتصور، بيطلعوا بعلبك بيعملوا له انتشار بيحموه. بس بسأل سؤال، هل باستطاعة الدكتور سمير جعجع إذا شافوه تحت شو بيعملوا فيه؟ ما بيسبوه؟ ما بيقتلوه؟ ما بتعرف شو، شافوه بعلبك شو بيعملوا فيه؟ يعني ما بعرف شو، يعني القصة ما فيها إنه هوكشتاين صار بتاني مايلي، ونحن بعد اللبنانية عم تقتل على شيء ما له قيمة، يعني مش عم نعرف نحن كيف رايحة الأمور، يعني ما بعرف إذا سمير جعجع بيقدر يقعد نفس القعدة اللي قعدها هوكشتاين. بيقدر يتروق سمير جعجع بالروشة؟ لا ما بيقدر. بيقدر يطلع على بعلبك ويبرم بالقلعة؟ لا ما بيقدر، بدو يعملوا له نفس الحماية وبدو يعملوا، بيقوموا عليه بيعملوا مظاهرات وتحت يمكن يكون في خطر عليه جسديا، ونحن ما بدنا حدا يندق فيه بلبنان، مش سمير جعجع واحد ولا أي شخص يندق بلبنان لأنه البلد ما بيحمل هالذات. لذلك هوكشتاين بيقعد على روشي مرتاح، بس للأسف الشديد سمير جعجع تحت ما في يقعد مرتاح، ما في ينزل. هل يوم في لقطر دور برئاسة الجمهورية على الصعيد اللبناني؟ يعني شفنا من بعد ما قطر عينت سفير فوق العادة، السفير الجديد، ويقال كمان أنه هو جاي بمهمة فوق عادية أيضا، هل حي رح يكون عنده دور بالمرحلة المقبلة؟ مهمة الرئيس، القطريون يريدون العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية بلبنان. قطر، السفير القطري إجا بهيك بتفويض أمريكي سعودي ولا في 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 تقارب، ولكن الامريكان مش غاطسين بقضيه الرئاسه بالجمهوريه، يعني اذا راح واحد سالهم شو رايكم بسلامه فرنجي بيقولوا له صفر منك له، السعوديين اذا راحوا قالوا لهم راحوا بيقولوا له خيو اذا وصل، يعني اهم شيء خطه الفرنسيين انه خيو بنجيب رئيس جمهوريه بيكون قريب من خط الممانعة. اذا بدك ما معش حدا مانع بشيء، ولا لا معش حدا مانع بشيء، بس انه معناته الحكي. وبالميل الاخرى بيجي رئيس حكومه بيكون بالميل الاخرى بيقدروا ينطلقوا وبيعملوا توازن بالبلد وبيمشي البلد، لانه بالبلد اذا ما في توازن في مشاكل، يعني عم يعملوها من الاخر. الرئيس اللي بيمثل الممانعه مثل ما كان الجنرال ميشيل عون هو الوزير الاسلامي الفرنجي، صارت واضحه. هلا من ثاني ميل مين بيجيبوا؟ الاستاذ تمام سلام، الرئيس تمام سلام،
غيره غيرته، بس بعتقد السفير نواف سلام صارت بعيده عليه. طب اليوم مين راح يكون عنده هيك زخم اكثر بالمنطقه، قطر ولا فرنسا؟ يعني قطر تقف وراء قائد الجيش بطريقه يمكن غير معلنه، فرنسا تقف وراء سليمان فرنجيه. لازم يتفقوا تقدروا يعملوا رئيس الجمهوريه بالبلد، ولا مين عم يدفع؟ يعني مين عم يدفع اعضاء باللجنه الخماسيه. ايه بعرف، بس هن مش متفقين بالموضوع، بس يقنع القطري انه لازم يكون رئيس جمهوريه من هالفريق، مثل ما كان ايام رئيس عون، ومع انه رئيس عون كان في عهده فاشل جدا للاسف، يعني لانه هو ما اشتغل. لو احنا لو ميشيل عون اشتغل ما كان عهده فاشل، بس سلم صهره وسلم المجموعه الحبله قرطة حنايكر وقرطة مخلونه وعودي، وفشل فشل الرجل، وهو مأسرة فيه نفسيا. ليش نفسيته تعبانه الرئيس ميشيل عون؟ مأسر كثير، زعلان الرئيس عون انه فشل، ما عرف حكم. حرام يعني، الظروف ما ساعدته ليعرف ليقدر يحكم. يعني اليوم اذا بدي احكي بدي ارجع 6 سنين لورا واعتبر كان سليمان فرنجي رئيس للجمهوريه محل الرئيس ميشيل عون، كيف كان العهد بنفس الظروف؟ بعهد كان في كورونا، بعهد كان في اموال المذيعين طارت، كيف كان قدر يحكم؟ اموال المذيعين ما طارت، وانفجار المرفأ كمان، صار في ثوره نتيجه الخلاف بين الرئيس عون والرئيس الحريري، صار في ثوره نتيجه الخلاف بين الرئيس عون وجبران باسيل مع الدكتور سمير جعجع، وصار في مشاكل بين بعضهم. وبعدين وقت الضعضع الاتفاق مع راب اصبح العهد ضعيف، هو ضعف حاله اول سنتين، ما كان ضعيف رئيس عون، هو ضعف حاله. واول خلاف كان على الكهرباء، وقت نائب رئيس الحكومه وزير حسان حصباني بيقول انه انا قضيت 10 مليون دولار وامر ايام علي قالها ما بقبلها، هيدي يعني سرقه ولا ما هنالك. ويومتها بلش المشكل بمجلس وزراء وعمل مرسوم التجنس وقاموا قيمتهم عليه اول واحد. يعني في مشاكل عملها الرئيس عون ما لازم تصير. بعدين الرئيس عون صار حط راسه براس كل مورني، يعني الحاكم رياض سلامه، المصارف لانه ما له فيهم، صليم صفير جمعيه المصارف، رئيس سهيل عبود شال رئيس جون فهد، جاب سهيل عبود شال، جاب الاستاذ جون علي سلمه واختلف معه، اهم شيء خلافه مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، يعني ما خلى شيء. وخلافه قبل مع العماد جون اهوجي اول فتره، يعني مشاكل، عهده كله مشاكل، عم يشيلوا كل هالموارنه من طريق جبران. وصلوا لمحل اصطدموا واصبح البلد، انفجر البلد. لو ميشيل عون كان يقول صادقا انه انا بدي احكم، وانا بعائلتي كميشيل عون وبطروحاتي اللي كنت احكيها وبمشاريع اللي كنت اقولها كان قادر حكم، لكن شال دماغه وحط دماغ جبران باسيل. هذا اللي صار. هل اليوم فعلا باسيل هو المارون الاول بلبنان؟ المارون الاول انا المارون الاول لجبران باسيل. شو ضحى للموارنه؟ شو بسم الله عليه، هلا صار الله نعم عليه، صار عنده كل البترون، وقالوا لي بعد عم يتوسع صوب جبيل وكذا، الله يوفقه. المارون الاول اللي ضحى هو انا جوزيف ابو فاضل، انا سيف الموارنه لجبران باسيل ولغيره. ليش من جبران باسيل وليش جوزيف ابو فاضل؟ انا نحن ضحينا وقتلنا، كان عمره 13 سنه، حملنا سلاح ودفعنا عن البلد وعن المسيحيه وعن الموارنه، وقال كان الفلسطيني هلا قاعد بكركي. والفضل بيرجع للقوات اللبنانيه ولبشير جميل، للرئيس الشهيد الشيخ بشير جميل، ولنا نحن اللي كنا معه وكنا مع الشهيد القائد الي حبيقه دكتور جعجع، له فضل، قتل ودافع عن لبنان. عندك الاستاذ دكتور طوني وريدي توتو تبع الاشرفيه، عندك بوسي اشر الله يرحمه، شو بدي عد، عندك جو ادي، عندك بيت الزيك الياس وجوزيف وجورج، جماعه نحن كل حياتنا قضيناها عم ندافع عن المسيحيه وعن المورني. اما باسيل، اما باسيل كان بعده عم يشرب ليموناده بالبترون. معلش انا ما بكره باسيل، باسيل عم يعمل مصلحته انا ما بكرهه، بس ما في يستقشم العالم.
ما في يقول انا ولكن ما بتعترف اليوم بذكائه ودهائه السياسي للنائب جبران باسيل؟ انا اليوم بقول انه هو قدير انه يقدر يشتغل، بس ما عنده الكاريزما اللي بتخليه يعمل زعيم. يعني هاي الشغله انا بحكيها بصراحه، ما عنده الكاريزما. يعني كل خطابه بيطلع بيقولوا خطابه دائما استفزازي وتحدي وكذا، وما بيمشي. يعني ما بيسهل، ولكن بس بده هو بيعمل تقاطع مع القوات اللبنانيه وبس بده بيرجع بيترك حزب الله، وبس بده بيرجع بيجي. عم يضحك عليهم يعني ذكي. هن قابلين انه جبران باسيل يضحك عليهم، هن مفكرين انه بيجيبوا جبران باسيل بيعلقوه مع حزب الله. كيف بنفتح له طريق لهم؟ بس لهون ما فينا نفوته وما بنأمن له. بس بنجيب وزير، بنجيب رئيس جمهورية. ما إذا أجى رئيس جمهورية طرحوا جبران باسيل رح يكون ميال لإله ولإلهم، مش عارفين فيهم يحكم، مش عارفين يحكم. بنرجع نفس القصة اللي كنا فيها. لذلك مش قصة، أنا ما قلت منه ذكي ولا قلت مرة بحياتي بالشخصي إنه غشيم، بس ما عنده كاريزما يقدر يحكم. يعني بيجي مثلا جاي يعمل هيك بيقولوا له طنطك أرعبتهم. خي شو بشير جميل أنت ولا إلي حبايا؟ شو أرعب؟ مين أرعب يا أخي؟ أخي نحن ميتين وعايشين 100 مرة، أنت عندك ترعبنا؟ يعني شو بعد في بشير؟ طنطك ترعبهم؟ صب عمي صب. اليوم برأيك التيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل بينتخبوا بنهاية المطاف سليمان فرنجية؟ شوف لك شغلة، جبران باسيل مثل ما عم بيقول الرئيس عون مجلسه، نحن بنضلنا نراوغ تنوصل لعشرة كانون الثاني بيكون فن جوزيف عون على البيت، وبنقول نحن بدنا سليمان فرنجية بنمشي فيه، بندعي للجلسة بفلوا من الجلسة وبيقاطعوا ما بيقدر يأمنوا 86 نائب، نحن بنكون عملنا اللي علينا. بعد منا طالما نحن دعمنا سليمان فرنجية وما وصل، نحن بنرشح جبران باسيل. هذا المخطط كله كان. يعني هذا هو مخطط الرئيس عون والنائب باسيل للرئاسة. عون طار من هيك الفرنسيين وكلهم سوا عم بيقولوا تعالوا ننتخب رئيس على السريع، والرئيس بري وكلهم سوا والحزب انه تعالوا ننتخب رئيس. بركي تم التمديد لقائد الجيش. ايه احسن يصير تمديد، انا مع التمديد للعماد جوزيف عون، لانه بحد الادنى في جيش موجود في قائد يعطيه انا عافية، والجيش هو كرامتنا هو وكل الاجهزه الامنيه كلهم. اللواء عماد عثمان بوجه له تحيه من خلالكم، اللواء ياسر البيصري اللي ماسك كمان والنعام ممتازين، عندك كمان اللواء طوني صليبه بالامن الدولي وكمان كلهم يعني وزاره الدفاع ومعالي الوزير موريس سليم، وايضا وزير كمان القاضي بسام مولوي. هو هذا الوضع الامني ما لازم حدا يمسك يعني يقعد يهز فيه لانه بنجي بيخرب بيتنا. كيف قرأت صورة العشاء يلي صار بمنزل قائد الجيش ومع عين الوسيط الامريكي أموس هوكشتاين؟ هل هو دعم امريكي لقائد الجيش او اعلان رسمي فينا نعتبره لقائد الجيش؟ لك شغله، وقت الامريكان بدهم رئيس جمهوريه بيعملوا مفاوضات مع الايراني وبينتخب العماد جوزيف عون بخمس دقائق. الامريكان ما عم بيقتلوا، القطريين اللي عم بيقتلوا كرمال يجي العماد جوزيف عون. وحتى يعني ضغطوا على الوزير جبران باسيل، بس اجوا اعلموه انه هن بدهم العماد جوزيف عون رئيسا للجمهوريه. فورا الوزير باسيل اتصل بحزب الله قالوا انا بدي اتفاوض معكم بس عندي شروط. وهي الشروط شروط الى حد ما تعجيزيه، رد علي امبارح الرئيس نبيه بري وطير الشروط الى حد ما بموضوع اللامركزيه الماليه الموسعه، لانه ما بيمشي فيها هيدا نوع يعني بطل وزير المال له شغل، اصبحنا صار كل قضاء بقضائه. يعني تنقول هلا بالبترون جبران باسيل يوم بكره يوم ما بصير يعني بيمتد على جبال بيمتد على الكوره بصير يعني بصير هذا الوضع، او كل واحد زعيم بمنطقته. هذه بتثبت الفيدراليه، بتثبت التقسيم وكل شيء. يعني المركزيه الرئيسيه بالمال ما بفتكر حدا بيقسمها بدول العالم كلها. الاداريه انا معه مع نتفه اموال مع نتفه مال اكيد، والبقيه بروح للمعارف. طب ليه بجيبها مع شهاده الدوله؟ في حال يوم كانت حظوظ قائد الجيش مرتفعه، حزب الله بيكون عنده فيتو على قائد الجيش؟ يعني ولا مره سمعنا حزب الله انه هو عنده فيتو على قائد الجيش. لا فيتو على قائد الجيش لا من حزب الله ولا من رئيس بري. رئيس بري عم بيحاول يكون الوزير سليمان فرنجيه، لانه على معرفه فيه له 30 سنه. اوكي، وشاغل سياسي هو
ووزير الخارجية يعني كمان مشهود له هذا الموقف وهذا الانفتاح بحياتهم كبيت فرنجية من 100 سنة لهلا. اليوم بدي احكي شوي عن صلاحيات الحاكم المركزي وعن هذه اللجنة اللي تشكلت لهيك نصغر شوي صلاحيات الحاكم المركزي، وخصوصا ان هذا الامر اتى من بعد التقرير او من بعد الثغرات اللي اشار لها تقرير التدقيق الجنائي الفراز اند مارسيل. كيف تعلق على هيدي اللجنة اللي انعملت واللي عم تجتمع واللي فيها وزراء معروفين؟ يعني انا بأسف اقول لك انه هلا الكنيسه ضعفت كثير او غايبه عن السمع، ومن ثم القيادات المارونيه مش منتبهين بعد انه رياض سلامه فل على البيت اذا كان مخوفهم. يعني في تقصير عفوا في تقصير من بكركي اولا؟ معلوم؟ لا ما شو مطلوب من الراعي انه يعمل او كيف بده يتلقف هذا النداء اللي عم تطلقه حضرتك؟ بطريرك الراعي الكلية طوبة الله يوجه له الخير، انا كثير بحبه وبقدره ويعطيه الصحه والعافيه، لكن نفس الخطاب كل عزة نهار الاحد نفس الخطاب، ليش فليتهم جلسة حزيران؟ ما معروف ليش فلوا. يعني بعدين تحميل كل النواب المسؤولية مش مزبوط. والشغلة الثالثة انه يعني هو محاط بناس عم يعملوا مصالحهم الخاصة المادية والمعنوية. وما فينا نحن يعني اذا نقول انه فرنجية ما بيسوى فلان بيسوى، او فرنجية بيسوى فلان ما بيسوى. غبطة بطريرك يتعامل مع الكل ويستقبل الكل وكذا، لكن اصبحت واضحه القصه، بس يعملوا تقاطع بيمشي مع التقاطع. كركي ما فيها تسمي اسماء، وقت سمى بزمانات الله يرحمه البطريرك صفير، وهذا البطريرك يعني قديش كان مهم وقديش كان قوي، سمى 6-7 اسماء انتخبوا واحد من غيرهم. لذلك يعني ما فيها بكركي تسمي اسماء وتنبخع وتتبهدل لا سمح الله، ما بيهين علينا. أنا وقت مطرام وصل حاج من شي سنة مثل الأيام قبل شوي قمت قيمتي وقلت عندك إنه حذاء ما بعرف حكيت أشياء عن كرامة بكركي وكذا، وإلى ما هنالك من نظرة حدا يمت فيها. لذلك هو كله اللي عم يطلعوا لعند البطريرك هلا هودي عايزين البطريرك بدون غطى مسيحي. ما يا أخي شوفي اللي كانوا مختلفين معه شو بيحكوا عليه، هلا صاروا طلعوا لعنده لأنه عايزينه بدون غطى مسيحي، وقدروا حيدوا البطريرك وأضعفوه. يعني اصبح ضعيف سياسيا، بيحكي بيعمل ما بيردوا عليه للناس. كانت الناس تنتظر العظات، بطلت تنتظر عزه البطرك. قال لا تسكتوا شوي، شفناه هو يعني عم بعيد نفس النغمه نفس العظات وكانه هو سكت. لذلك انا هون ما في انتقاد البطرك، هو حر، هو بطركنا ونحن يعني بنشوفه بننحني قدامه. يعني لانه بكركي هي المرجعيه الاولى والاخيره على الصعيد، بس اذا بكركي هذه المرجعيه الاولى مثل ما عم تقول ضعيفه، اذا الموارنة كمان هن ضعاف، هن السياسيين ما لازم يكونوا ضعاف، هن ضعفوا حالهم بالخلافات بين بعضهم، مش ناقصهم الا يحملوا سكين ويضربوا بعضهم. يعني ما قدروا اجتمعوا مع بعضهم، بس قدروا اتفقوا على رئيس بس تيخلصوا من وزير سلامه فرنجيه. بس هيدي هلا القصه تغيرت. اليوم شو الهدف من هيدي التعديلات اللي رح تطرق على صلاحيات الحاكم المركزي؟ ما هلا قلت لك قبل شوي انه النواب القيادات المارونيه نسيت انه رياض سلامه خرج من الحاكميه، انه بدون هلا شو بس عندك هيئه التحقيق الخاصه برأسها حاكم مركزي، الاسواق الماليه برأسها، بدون هيدي وزعوها على الطوائف، يعني اخذوها صار الحاكم تحت موظف اقل يعني مثل مدير عام. ما انتم يا موارنة عم تخسرونا كل شيء، وخاصة يعني خلاف عون جعجع بعده مستمر هلا مع جبران، والشيخ سامي جميل هيدي ما بينتبه لها، منتبه انه مش ما بعرف بده يحرر لبنان بشباب الكشافه. ما هي مش مضبوطه هي اللي عملهم، شو هالخطاب هذا؟ يوم بتكون مع المجتمع المدني، يوم بدك تكون مع يعني بدك تغير سياستك وتبطل تقليدي، شو بتروح تحمل سلاح؟ يعني ما شو الحرب مستهونه؟ يعني ما بعرف شو عم ينتقدوا اليوم سامي الجميل رئيس حزب الكتائب، انه هيك دائما خطابه متعصب، وخصوصا بين من بعد حادثه الكحاله حتى في انتقاد له من داخل البيت الكتائبه. في خلافات عندهم بالحزب ما كان لازم تصير. يعني الله يرحم الوزير سجعان أزي، شخصيات كبيرة كانت بالمكتب السياسي مثل ياسر بابي وإدمون رزق،
ورئيس ابو شرف الله يرحمهم، يعني الله يطول بعمره الاستاذ ادمون، بس انه وين كنا وين صرنا اليوم؟ اين حزب الكتائب اللي هو على كل مساحه البلد؟ وين صار حزب الكتائب؟ ما بعرف. يجب عليهم ان يكونوا اوفياء بيت جميل لناسهم، يجب عليه، مش انه كان مفترض، لا يجب عليهم ان يكونوا اوفياء، يجب. هذا حزب عمره 100 سنه، حرام. شو عم بصير استاذ جوزيف بالعدليه اليوم؟ غير البراغيث اللي تعبوا بداره التنفيذ وكانوا هاجموا على وزاره العدل، بالعدليه اليوم في قضاة سياسيين منحازين العدليه من منذ 2016 لحتى اليوم، وزاره العدل منحازه الى يعني تعمل وفق ما يقوله مكتب النائب جبران باسيل او احد مستشارينه بيتصل وهو بيعطي امره بالعرب بوزاره العدل. ما بقى في يعني هيبه العدليه راحت خلص، ما بقى في واحد يقول انا يعني بعمل وانا خلص، صار المرجع معروف وين، صارت وزاره العدل مثل وزاره الطاقه يعني. خلص قالوا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، حتى يغيرون يعني ما بانفسهم، صدق الله العظيم. شو بدك تحكي؟ نحن كنا مستنظرين انه يكون خاصه الوزير الحالي هنري خوري اللي هو كان معروف انه من ولا يزال قاضي نزيه وكل شيء، لكن ما بعرف ليش عم يصير هذا الامر بالعدليه. ما بعرف يعني من فتره صغيره، من فتره 3 4 اشهر كان في معزيه عم تقزر بقصر عدل جديدي، قبل منا كان في جردون رايح جاي، قبل منا فيران، هلا ما بينفات التواليت، المغسله اللي مليانه مي، القرف يعني. العدليه وين وزاره العدل؟ يعني بعتوا شغالي ينظف يعني، ما مش فاضيين، بده كل همهم كيف يوقفوا رياض سلامه. بقضيه الفراز، اول شيء الفراز يعني اللي طلب الفراز فضحوا، هي اول شيء. الشغله الثانيه بالفراز انه مثلا بيحكوك عن الهندسات الماليه، اول شيء بالهندسات المالية بالصفحة 148 149 أظن، الهندسات المالية بس كوميسيون فايت لمصرف لبنان على الاستفادات يعني العمولة لمصرف لبنان 13 مليار و 800 مليون دولار ربحان مصرف لبنان، هو كلهم موجودين بألفاز كتبتهم. هن مين عم بلوم؟ عم يحكوا بعض، ما عم يحكوا ب 5 مليون دولار و10. بعدين الفراز حكت عن وزاره الطاقه، حكت عن كل الوزارات، بس وزاره الطاقه رقم كبير يعني، ما راح ركز على وزاره الطاقه، خلي العالم تحكي انه ولو 25 مليار دولار اخذين. طب والجبايه وضيفهم بصير بال 40، بتصير بال 40 48 مليار دولار، يعني وين صارفينهم؟ اجت ميركل لهون ترجتهم يعملوا معملين، ما قبلوا. هل هي الخطه تختلف مع خطه الوزير جبران باسيل؟ خطة ما بدهم يعملوا، بدنا نعمل كل شيء. انا بزمانات تحمست، كنت على التلفزيون وقلت عن قضيه انه بده يعملوا محطه تغويز، بده شو اسمها، بحمات، طلع معه حق. يومتها كان في مقابله لنديم قطايش، طلع معه حق، طلع في اراضي هونيك شايرين وتهريتهم الدوله، ولكن الوزير بيصير بده يشتري غيرهم، يعني بده يكفي مثل مشروع سد المصايله، هذا المثل، هون المصريات هون انصرفوا. بعدين بدي اقول شغله انه الفراز اللي عم نحكي هن اللي طلبوها، يعني رئيس عون وفريقه ووزير حسان دياب وكذا، وكان عم يزقف جورج عدوان ويهيص وبعده يقول، هو من زمان عم بهيص، ونحن بنحترمه كثير وبنقدره، بس ما بعرف ليش يعني بده ايانا اخر شيء نهاجمه، ونحن ما بدنا نهاجمه، بده ايانا نحكي عن الماضي ونحن ما بدنا نحكي. حكى الحال الله يرحم غازي كنعان ويطول بعمر الكل. أنا اللي بدي أقوله إنه اليوم الفراز هي عم بتقول إنه هذا القرار، هذا التحقيق لا يعتد به أمام القضاء ولا يعتبر مستند. إذا بدكم بطبع لكم أوراق، قالتنا الفراز، هو هن زيادتهم بطبع لكم هن أوراق كدش، يعني مطرح ما بيبيعوا بدكاكين في أيام زمان، فستو كانوا بيبيعوا فستو، وبيعطوكم بيطبعون عليهم واعتمدون انتم، بس انا عشرت بشيل اسمي وبشيل توقيعي وبشيل التيتر تبعي. شوفي لحد وين، هي الفراز اللي عم يحكوا عنا، والفراز بدينهم لالهم. ليش؟ بالكهرباء، بكل شيء.
قال فلازم اوضح كل شيء، موضح كل واحد شو قابض. انه واضح القصه، انه معروفين المصريات، اذا بيرجعوا لورا اكثر بيشوفوا اكثر. يعني قال فلاز حكيت عن 10 سنين 2010 2020 يمكن 21 قايله 24 مليار مليار و800 مليون دولار. طب لو بتقول عن 14 سنه ايش بيطلعوا؟ مع عدم الجبايه، مع الجبايه، مع المؤسسات، مع اللي صار، مع كل شيء. ما في وزاره فاتوا عليها الا ما دمروها. جماعه ما عم يعرفوا يشتغلوا، ضايعين يعني. وبعدين قالوا شاف شيء وشاف هون شغله وغشي، خي مش عم شافوا المصريات وداقوا مش عم يلحقوا. اليوم بموضوع القضاة، في عدد من القضاة قالوا انه بدهم يعتكفوا، رجع سحبوا هذا الاعتكاف، شو عم بيصير؟ بتعرفي اليوم الوضع المزري اللي عم نحكي عنه، كنا قبل شوي بالعدلية، قرفوا القضاة يعني حقهم يقرفوا. والقضاة كمان بشر يعني، ما فيهم يعيشوا بهالتقشف، لا في ورق ولا في حبر ولا في كهرباء ولا في شيء. بيجي عم تيجي القاضية ست عم جيب معها غراضها ما فيها تحطهم، غبرة وجاية، ما في شيء يعني. أقل شيء مكونات الأساسية للعدلية مش موجودة، مش موجودة بأصول العدل. لذلك أنا حسب معلوماتي هناك يعني هذا الآراء، يعني البيان اللي طلع اليوم على 100 قاضي مش دقيق، مش دقيق. وصار في اتصالات على مستوى الرئيس الأول، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس سهيل عبود، والنائب العام التمييزي رئيس غسان عبيدات، ومجلس القضاء الأعلى رح يدعي كل قضاة لبنان سوف يكون مدعوون بعد 15 أيلول بأول أسبوع بقاعة محكمة التمييز بباب مقفل لبحث أمور القضائية كلها سوا بكل شيء. هذا اللي بنملكه، هذا المعنى إياه، وهذا اللي بنقدر نحصل عليه، وكيف بدهم يخرجوا بحل نوع من إذا بدي خلوة أوكي بمحكمة التمييز رح تكون مقفلة مش أمام الإعلام. هيدي هلأ يعني أكيد منها. وبالتالي الرئيس سهيل عبود أرسل كتاب الفراز لكل العالم للتفتيش القضائي، لأنه في قضاة مستفيدين، للنيابة العامة التمييزية، للديوان المحاسبة، عفوا مش للنيابة العامة المالية، عم يطلب منهم إنه حققوا مع كل، إنه كل واحد كلكم حققوا مع الكل سواسية. هي أهم شيء، لأنه رئيس سهيل عبود مشهود لإله أوكي، مشهود لإله نظافة كفه وكل شيء ومعروفة هذه، يعني مش أنا من عندي. لذلك عم يطلب منهم هذا الأمر سواسية، إنه كل العالم، مش إنه حتى ظهر واحد، بتشوفوا الكل سوا، إنه في قضاة يمكن يكونوا مورطين أخذين أموال، يمكن ما بتعرف شو. خلينا نشوف إذا بس هي عملية، مش هيك عملية. هناك يعني بده ينظموا العمل القضائي، بده يكون في الكل سوا يحضروا على العدلية، يحققوا بكل تقرير الفراز. أهم من هذا كله بحب أقولها معك أنا، تقرير الفراز أكثر من 300 صفحة. إذا واحد بده يقراه بده 3-4 تجميع، بده حوالي الشهر إذا بدك تقريه وتفهم عليه. يعني أنا عم أعطيك 148-149 قايلين شو نطلع الهندسات المالية أموال لمصرف لبنان 13 مليار و800 مليون دولار. بس هو تابلويات مش جامعينهم الفراز، هودي بده واحد بروفيسيونال جمعهم شغلته، لأنه كثير صعبين. يعني بيقوم وزير العدل صديقنا القاضي هنري خوري، ثاني يوم بياخذوا بقدموا أخبار. ما أنت عم تقدم أخبار ضد مين؟ ضد جبران باسيل، هو وزير طاقة، ضد مين عم يعني؟ في قضاة قابضين يعني. بعدين ما عنده إمكانية وزير العدل بيتم وقالها، يعني هو بعظمة لسان وقالها صديقنا رئيس هنري حبيب قلبنا، يعني هو قال انا ما عندي امكانيه لعربه، لعمله ترجمه للعربي. شو بكلف ترجمه؟ يمكن يكلف 5000 دولار 10000 دولار. ما في مصاري بوزاره العدل ليترجموه للعربي، ما في امكانيه. وقال وراح قدم فيه دغري اخبار. لذلك الفراز بده واحد يقراه. يعني انا اكيد انه جورج عدوان مش قاري، بس هو لانه عنده مشاكل، هو له طار على الحاكم وكذا، هو خيه ما بقى عائلتهم يعني، عرفت كيف؟ وعلى الميدل ايست وعلى كذا من ايام السوريين يعني.
فهلا تغير فلو صار هلا حاطط براسه. يعني انا باسف يعني، بس رئيس لجنه الاداره والعدل مثلا بيطلع بيقول لك شركه فوري مثلا هي اخذه اموال عامه وهي شركه اخذه اموال. يا حبيبي يا شركه فوري شركه خاصه قابضه من مصارف من تعرف الفراز قايلين انه هي شركه خاصه واموالها اخذتهم من مصارف، اخذي العموله تبعها من مصارف، مش اخذي من مصرف لبنان ولا اخذي من الدوله. بيقول لك لا هي اخذي هذه شركه عامه وكذا. يعني عم نحكي عن ناس محامين يفترض يكونوا يعني رئيس سجن الاداره والعدل عم يحكي، مش حيالله شخص يعني بده يكون قاري التقرير مش قاريينه. نعم. استاذ جزاف بالختام، كيف قرات قضيه الممثل الكوميدي نور حجار الذي تم توقيفه على خلفيه مقاطع مجتزاه من مسرحيات وتم اخلاء سبيله بسند اقامه باشاره القاضي غسان عويدات؟ كيف شفت هيدا المشهد؟ المشهديه اليوم حدا نكت نكته او عمل ستاند اب كوميدي صفى بالحبس واحتجز. هلا نحن انا بطبيعتي موضوع ديني مش كثير مكبش فيه، بس اليوم دار الفتوى هو اللي تشك عليه. طيب الرئيس غسان عويدات شو بيعمل؟ إذا بيجي بيقولوا عم يتمسخر على آيات قرآنية، على آيات بالقرآن الكريم. طيب شو بيعمل الرئيس غسان عويدات؟ بيقولوا فل على بيتك ما برد على دار الفتوى؟ طيب إنه شو يعني حتى منه قام على الحريات اللي بعد فسرها. في قرآن أي حريات؟ شو بده يتمسخر على القرآن يسفل منه القرآن، يتمسخر على الإنجيل يسفل منه الإنجيل، أنا ما بقول لا، بس وينيه بلبنان ممنوعة. بعدين دار الفتوى متشكية، شو بدك يعمل؟ اذا ما وقفوا بيقوموا بيقولوا بكفي بيعمل اكثر هو وغيره. وانا ما حريت راي، انا مع الحريه بس مش هالقد. واذا ما عمل هيك، ما عمل هيك رئيس عبادات بيقولوا لك ما قصر ما عمل شيء، وقفوا على وكره تركوا عشيه بسند اقامه بعده محله يعني. ما بس انه في حد ادنى للامور. انا مش هاي، انا مثلا بيلوموني بقضايا كثير مثليين وغير، انا ماني من ضد المثليين. كيف بتشوف؟ انا ماني ضد المثليين، بس انا ضد الادعايه والاعلان. واحد حر بحاله يعمل بده اياه، الست حره بحالها تعمل بده اياه، بس بيجوا عند الاطفال بيقولوا له انت خلقت عمرك 5 سنوات، انت اذا بدك تعمل بنت فيك تعمل، وانت اذا بدك فيك تعمل صبي. انت عم تنزعوا الاطفال، خايبين بالكم بدنا نغير نحن. واحد مخلف بنت بيقولوا له روحي شوي، بتقول له تعا، يعني كيف هذا؟ بروح واحد ذكر بيجي انتي هو صغير 5 سنين دماغه بعده ما انتلى، وواحد تيقدر ينتخب بلبنان او برا بيكون عمره 18 سنه تيقدر يسوق، بده يجيب دفتر سواقه بيكون صار تيصير بيقولوا تيصير يفهم شوي ويصير راشد بيكون عمره 18 سنه او 21. واحدة من 5 سنين او بنت من 5 سنين بتيجي بتقولوا لها شو بدك؟ اكيد بدها، مش هي ما عندهاش تفكير، انتوا عم تلعبوا لها بدماغها. انا ضد هالشغلات. انما شخص يعني ناس وحده سحاقيه يعني عم تحكي معي طبيعي بحكي انا يعني اصحاب واحد يعني شو اسمه بحب الشباب، يعني بحب الشباب او عم طلع له حب الشباب، شو بدي اعمل له؟ يدبر حاله. المهم انه حر بحاله، ما راح اقول اكثر من هيك، كل واحد حر بحاله. بس الدعايه يعني اليوم ما فيك تيجي شاب تلبسيه تنوره وتقولي له عمول وتحطيه بمطعم بجميزي وتعملي يعني بصير نغمه بتمشي من محل لمحل. نحن بدنا نربي اولادنا هيك، يلي مش مبسوط كثير خليه يجيب بيه وامه يلاط فيهم، نحن بنتفرج عليهم. يلي مبسوط كثير حتى لو كان نايب يجيب ابنه يجيب مرته يجيب بنته يجيب امه يجيب اخته، خلي يعملوا فيهم تباديع اذا هو قابل يكون في باولادنا هيك، نحن مش قابلين. المحامي والمحلل السياسي جزاف ابو فاضل، بدي اشكرك على هذا اللقاء. متابعي سبوت شات هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.